السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم فيديو جديد من قناة وصفات ويوميات فوفا. لتاني مرة على القناة هعمل عجينة السيراميك على البارد، وانا بكرر انا بستخدمها على البارد وما بيحصلهاش اي حاجة، ولا بتتشقق ولا العجينة بتنشف ولا اي حاجة خالص خالص. دي العجينة اللي انا بستخدمها. قبل ما اقول المكونات والفيديو، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو. تمام، يلا نقول مكونات. وبيبقى انا بقول مكونات هستخدمها على طول. اول حاجة طبعا محتاجة طبق مش بستعمله، معلقة، ودي ذرة ملح صغيرة جدا اظن واضحة قد ايه، وبستخدم الغير الابيض ده بتاع شركة اوكي، ما بستخدمش غيره يا جماعة عشان محدش يستخدم غيره تاني ويلاقي النتيجة بتاعته غيرها. والنشا طبعا النشا حسب استخدامك، يعني انا اشوف كم معلقة هستخدمها وكم معلقة غيرها هستخدمها، انا مش بحط كميات محددة ولا بالوزن. وكريم، كريم ايد مش شعر يا جماعة، كريم ايد مش شعر، لان انا جربت مرة كريم شعر بوظ العجينة. تمام، اول حاجة الملح، وبعد كده هشوف كم معلقة هحطها من النشا. اظبطي مكوناتك ان هو دايما الغيرة نص النشا تقريبا، كمان عشان انواع النشا بتختلف برضو، وبتضطر ان انا احط غيره زياده او احط النشا زياده، وطبعا ده حسب سمك العجينه وقوامها في ايدك. في حاجات بتدل على ان العجينه خلاص كده اتمسكت وبقت كويسه جدا او محتاجه غيره تاني. تمام، يعني وانا بشتغل بيها برضو هتلاقيني حطيت لمسه نشا او حبه غيره قليلين على حسب ما اوصل لقوام العجينه. هحط معلقتين كبار من الغيره على كمية النشا اللي انا حطيتها دي. تمام، بصي بقى، اول حاجة انا مش بعجن بايدي على طول، انا بعجن الغيرة بالنشا بالمعلقة لحد ما يختفي خالص، لان لو حطيتي ايدك في الغيرة مش هتعرفي تخلصي، الغيرة هيلزق فيها. ومعلقة زيت طعام صغيرة، تمام، باينة طبعا ان هي معلقة صغيرة جدا من زيت الطعام، مش عايزة كتير. وأقلب النشا بالغيرة لحد ما يختفي شكل الغيرة عندي، وطبعا انت بتدوسي عليه بمعلقة باين ان هو سايل. اول ما يختفي السيولة دي شوية ابتدي بقى اعجن بايدي واتحكم فيه اكتر. تمام، انما لو حطيتي ايدك في الغيرة دلوقتي يبقى بوظتي الدنيا كلها وهتتعكي. انا بكرر يا جماعه انا بستخدمها كده على البارد، انا مش بعمل العجينه المطبوخه، انا بعمل العجينه دي وبتقعد معايا في التلاجه بالشهور، يعني اخر عجينه عملتها تقريبا قعدت معايا شهرين واكتر. تمام، مش بيجرى لها اي حاجه، الملح اللي موجود بيحفظ العجينه، ومعلقه الزيت بتحفظ طراوه العجينه، والتلاجه طبعا بتحفظها عشان فيها نشا وفيها ملح ما تعفنش. فالعجينه دي اريح واضمن طبعا، انا ما جربتش العجينه المطبوخه لاني نتيجه العجينه اللي على البارد معايا مضمونه جدا. هبتدي بقى استخدم ايدي عشان اتحكم في العجينه اكتر واجمع كل النشا ده اللي حوالين الغيره. بصي بقى، في حاجه وانت بتعجني، اول ما العجينه تبتدي تلم معاكي من الطبق بيبقى في الطروف والحواف عجينه من عجينه السيراميك، هتشوفوها كده. بصي، اول ما جمعت الحواف دي اياكي ثم اياكي تجمعيها، لان بتبتدي دي تنشف، ودي لو جمعتيها وحطيتيها جوه العجينه يبقى بوظت العجينه كلها. العجينه لينه شويه، يعني هي اتمسكت خلاص لينه شويه، يعني انا هحط في ايدي نشا وانا بعجن فيها. هجيب معلقه كريم، معلقه صغيره من الكريم، يعني شوفوا حسب العجينه اللي عندكم، دي بتدي طراوه ولمعه للعجينه. دي بقى هعجنها مع العجينه كلها، وانا بعجنها هحط في ايدي لمسه نشا خفيفه جدا لان العجينه لسه فيها ليونه بتاعه الغيره. تمام، وطبعا لما بحط الكريم العجينه بترجع تلين اكتر. بصوا هي لينه شويه، حاجه بسيطه جدا جدا، يعني انا مش هحط عليها نشا، انا بس كاني هدهن ايدي بالنشا وابتدي اعجنها مره تانية. تمام، نفس ملمس الصلصال بتاع الاطفال اللي هو بيشكلوا بيه، نفس الملمس ونفس القوام، بتبقى قوام عجينة السيراميك ما فيهاش اي صعوبة خالص خالص.
وزي ما قلنا الكريم ده بس عشان يساعد ان العجينة تبقى طرية وسهل تشكيلها، وكمان تديها لمعة. تمام، شايفين لينة شوية يعني، انا بس هحط ايدي في النشا وارجع اعجنها تاني. وزي ما قلت اللي في الطبق ده، اياكي 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 تجمعيه مع العجينة، هتبوظي العجينة كلها، لان دي حواف نشفت خلاص من عجينة السيراميك وبقيت صلبة، فلو دخلت العجينة هتفضل زي ما هي صلبة وتبوظ لك العجينة. تمام، عجينة كويس، احس ان الكريم كله دخل جوه العجينة بتاعتي، بصي ما بتلزقش وسايبة خالص من ايدي. اجيب بقى الاكياس بتاعت التلاجة البلاستيك دي واحفظها فيه واحطها في التلاجة، ولما احفظ منها بطلع جزء والونه واحط له الوان واستخدمه عادي. الموضوع سهل جدا جدا، ما فيهوش اي حاجة. العجينة دي ممكن تقعد معاكي بشهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.